على كل الأحوال خلوني بقى سريعا كده قبل ما نطلع لفاصل أروح مع حضراتكم لنشاط الرئيس النهارده. الرئيس النهارده عمل اجتماع مع سيادة الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، وكمان مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومع رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر. الاجتماع كان لمتابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، والرئيس هنا وجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها طبعا صناعة الحديد والصلب. والرئيس تابع جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة. يعني ما شاء الله نشتغل دايما على كل المجالات كل القطاعات، ونتكلم على السياحة، نتكلم على الصناعات الثقيلة، نتكلم على البنية التحتية. مصر بتشتغل في كل الملفات وفي كل المجالات علشان نعوض كتير من اللي فاتنا، وفي نفس الوقت يعني ننهض ببلدنا ونتعامل مع التحديات اللي بتواجهنا.